بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كان شعرك يتساقط كثيرا ومقدمة الرأس بها فراغات وتعانين من الشيب كذلك في نفس الوقت، مكون رائع جدا ومجرب ومن زمان يستخدم لإنبات الفراغات وتقوية الشعر وكذلك لإبعاد الشيب عن الشعر، وهو مرارة الخروف الطازجة، الخروف الذكر أي الكبش. رائعة جدا الوصفة ونتائجها من أول أسبوع ستظهر. نأخذ مرارة للكبش أي الخروف، تكون طازجة من عند أي جزار، طبعا هي مجانية ولا ندفع بها فيها أي ثمن، اطلبيها من أي جزار وتكون طازجة. نفرغ السائل الموجود في المرارة، ونضيف عليه ملعقة من زيت الزيتون، زيت الزيتون ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، ونخلط المكونين جيدا بهذا الشكل. مرارة الخروف يعني السائل المتواجد بها مع ملعقة من زيت الزيتون بهذا الشكل، ونأخذ قطنة، نأخذ قطنة ونغمس القطن في السائل بهذا الشكل، وندهن على منابت الشعر جيدا ونترك هذا السائل على الشعر فترة أقلها ساعتين، وبعدها نقوم بغسل الشعر كالمعتاد. طبعا نوزع جيدا هذا السائل على منابت الشعر وكذلك الشعيرات المتواجد بها الشيب، قلت يترك أقل وقت ساعتين ويغسل بشكل جيد. هذه الوصفة مجربة وناجحة، قلت يدهن بها الشعر، كذلك يساعد على تطويله ويجعل الشعر لامع ويخفي الشيب ويؤخر ظهوره. استمري على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال لمن يعانون من الصلع، يمكنهم استخدام وصفة مرارة الكبش لإنبات الفراغات. وبالنسبة لبعض المشتركات لمن سألوني عن وصفة لإزالة الشعر الزائد كذلك بالمرارة، هي طبعا موجودة الوصفة ولكن ليست بمرارة الكبش بل هي بمرارة الماعز. إن شاء الله وبحول الله لاحقا سأضع الوصفة وبالتفصيل. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم فيديوهاتي فور نزولها على القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.